وبالتزامن مع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التسوية، يستمر وصول الحافلات التي تقل أسرا خرجت من مدينة درية في الغوطة الغربية إلى مراكز الإيواء المؤقتة في الحرجلة بريف دمشق. بعد 5 سنوات من المعاناة، هي الليلة الأولى التي تنام عيون أهالي دارية قريرة وبقلوب مطمئنة، فهم في أحضان الدولة السورية الساهرة على راحتهم وأمنهم. فالأمس ليس كاليوم، فالحياة هنا بانتظارهم ليحيوها. والله الوضع على أحسن ما يرام، الله يجزيهم الخير. والله يعني شو بدي أقول لك، يعني واحد كان بأبر يعني سبحان الله وحية. كنا كتير خايفين، الحمد لله يعني وصلنا بخير وسلامة، والله يحمي الجيش يا رب. والله العظيم والله العظيم، لك شو بدك شو بدك، والله من علاج من شو بدك شو بتطلب، والله مو مقصرين معنا الحمد لله. الله يخلي لنا الجيش، الله يحمي لنا الجيش، والله يوفق لنا الجيش. فرق كتير، واحد بيكون بالنار بجاه الجنة بتقول ما في فرق، في فرق كتير. بكفي الاستقبال الحلو والأمان، هونيك جحيم. منازل كل منها معزول عن الآخر بمواصفات ممتازة ومخدمة بكافة الاحتياجات. مع ساعات الظهيرة بدأ وصول الأسر من دارية بالحافلات الخضراء تنفيذا للمرحلة الثانية من الاتفاق، وكان المعنيون في محافظة ريف دمشق ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري في استقبالهم. الآن وصلت 5 حافلات تقل الأسر الخارجة من مدينة دارية، كما تلاحظون في عمق الكاميرا. الآن تتم إجراءات إدخالهم إلى مراكز الإيواء، وهذه الحافلات تقل حوالي 200 شخص من الأسر الخارجة من مدينة دارية. اليوم نحن بمركز الإيواء بالحرجة اللي عم نستقبل الأهالي اللي تم إخراجهم من مدينة دارية بعد عملية التسوية اللي تمت بالأمس. مستمرين نحن اليوم باستقبالهم وتأمين السكن لهم وكل ما يحتاجوه من المواد الغذائية والصحية، وبرعاية محافظة ريف دمشق عم بيتم هذا والهلال الأحمر وبلدية أرجلي. بفضل بواسل الجيش العربي السوري اللي قدروا يخلصوهم من إيد الإرهاب اللي كان مدنيين محتجزين رهائن عندهم، والآن الحمد لله بدأوا بالتوافد للدفعة الثانية. اليوم بارح الدفعة الأولى، اليوم الدفعة الثانية، وعم نحاول نحن هلأ فورا نعمل إجراءات قبولهم وإيصال لغرفهم. طبعا هذا مركز الإيواء اللي بنته الحكومة، مراكز إيواء مؤقتة وكلفت عليه الدولة كتير والحكومة كتير مشكورة لهيك موضوع، يعني لهالمواضيع هاي لاستقبال أهلنا من دارية والمناطق الثانية. إن شاء الله بترجع كل المناطق لحضن الوطن. وصول الأسر إلى مراكز الإيواء كان بمثابة الوصول إلى الحياة بالنسبة لهم، وسن الموت التي عاشوها بظل إرهاب تكفيري بددها الرجال الأوفياء رجال الجيش العربي السوري. لأخبار التلفزيون العربي السوري، محمد جربوع، الحرجلة، ريف دمشق.